السلام عليكم. النهارده هنتكلم على الانفانتايل فول ستيبس، او هنتكلم على الفول ستيبس ان بيدياتريكس. هنبدا ببروبلم سولفنج بسيطه، هنقراها مع بعض دلوقتي، وبعدين نعرف من خلال البروبلم سولفنج دي ايه الاخبار، او من خلالها هنتكلم هنعرف منها ايه الديفينيشن بتاع النيتال فول ستيبس او الانفانتايل كمان فول ستيبس، وايه الكوزز او الديفينشال دايجنوزس، وهاو تو انفستيجيت، اند ايه What's the lines or what are the lines of a treatment. An infant aged 6 weeks delivered at full term presented with persistent vomiting jaundice since a few days of early life. Hepatomegaly, clay colored stool, dark urine. The infant was doing well. There was no past history of incubation, no family history of similar condition. Vitally and physical measurements were within normal. Given Shiloh jaundice was present with no pallor, no lymphadenopathy, no splenomegaly, no ascites. Liver was palpable about 5 cm below the right costal margin with firm consistency. On the examination of the body was normal. An investigation revealed increasing total bilirubin 8 mg per deciliter with direct hyperbilirubinemia 6.5 mg per deciliter. Liver enzymes also elevated with elevation of gamma glutamine transferase and alkaline phosphatase with normal TBC. احنا كده انتهينا من البروبلم سولفينج. عندنا نبدأ نتكلم من خلال البروبلم سولفينج دي، احنا ايه اول حاجة احنا نستشفها؟ ايه اللي موجود في البروبلم سولفينج؟ ايه الابنورمالتيز اللي موجودة عندي؟ الابنورمالتيز انها في ميل بيشنت فول تيرم، او في ميل انفنت فول تيرم، جايالي او بريزنتد تو اس ب increasing bilirubin total and direct، يعني فيها كوليستاتيك جوندس، فيها هيباتوميجالي، ما فيهاش سبلينوميجالي، فيها كلي كلر ستون او اكوليك ستون. لما الاقي الحاله في ميل بيشنت ومعاها كلي كلر، كلمه كلي كلر ستون دي بتساوي كلمه واحده اكسترا هيباتيك بيلاري اتريزي. ده لو انا عايز اعرف الفاينل دايجنوز او الحاله ايه. لما الاقي كلمه كلي كلر ستونز معناها ان الحاله هي ايه؟ كلي كلر ستول اكسترا هيباتيك بيلاري اتريزي. اما لما نيجي نتعامل مع الحاله الديفرنشال دايجنوز دي حاله كوليستاتيك. طب ليه يا دكتوره انت قلتي ان الحاله دي كوليستاتيك جوندس؟ انا اولا لقيت التوتال بلوبين عالي، طب معنى كده ان انا التوتال بلوبين طبيعي ايه؟ طبيعي التوتال بلوبين انه بيبقى لحد 1 مللي جرام بالدي سي لتر، وفي النيونات لحد 7 مللي جرام بالدي سي لتر. اكتر من كده بعتبر ان التوتال بلوبين بالنسبه لي فيه مشكله او عالي. طب امتى بقول ان الدايركت بلوبين عالي؟ عشان اقول كونجيجيتد بلوبين انكريز، لما يعدي 20% من التوتال. طب لما الحاله تبقى عندي توتال ودايركت معناها ان ده كوليستاتيك جوندس موجود. يبقى اذا الكيسز ذيس از اكيسز اوف ايه؟ انفانتايل كوليستاتيك. ومن هنا هنبدا ايه الاسئله اللي عندي؟ وات از ذا ديفرنشال دايجنوزيس اوف ذيس كيس؟ What are the further investigation needed to reach to the final diagnosis? What are the complications of this case? What are the line of management of تاني في السلايد اللي قبلها، ايه الاكسترا هيباتيك كوز؟ اكسترا هيباتيك بيلاري اتريزيا مهمه جدا، ده بيحصل فيها كومبليتلي اوبليتريشن اوف الاكسترا هيباتيك بايل داكت. كولودوكال سيست معناها سيستيك دايليتيشن اوف الكومن بايل داكت. سبونتينيوس رابشر اوف البايل داكت، في اكسترنسك كومبريشن، يعني في كومبريشن على الاكسترا هيباتيك بايل داكت اللي موجوده عن طريق مثلا الليمف نود او عن طريق تيومر. الانترا هيباتيك بيلاري اتريزيا اسبابها كتير، في مشكله في الانترا هيباتيك بايل داكتيول زي في سندروم اسمه الجايل سندروم، ده سندروماتيك او بيبقى مالتيبل كونجينيتال انوميلي في الطفل ده او في التشايلد ده، من ضمنها ابنورمالتيز او ديكريس في النمبر بتاع الانترا هيباتيك بايل داكتيولز. لما اقول بايل داكت بوزيتيف يعني معنى كده، او بوزيتيف ده معناها ان فيها ديكريس في النمبر بتاع الانترا هيباتيك بايل داكتيولز. مثال عليا الالجايت سندروم، او ممكن يكون نون سندروماتيك داكتال بوزيتيف. هيباتوسليريا كوزز مي بي انفكشن، ومست كومن كوزز حاجه اسمها الباسيك نيونيتال هيباتيتس، الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي، ميتابوليك ديزيز، دراج انديوز انفكشن. اوكي ذيس از أو this sensitive test is very important. It is a field of MCQ question. Approximately 75% of all cases of infant
انتايل كونسيز او ديو تو اكسترا هيباتيك بيلوري اكريزيا اند نيونيتال هيباتايتس. اذا الموست كومن كوزز عندنا اوف الانفانتايل او النيونيتال كوليستيزيس اللي بتبقى موجوده اكسترا هيباتيك بيلوري اكريزيا اند نيونيتال هيباتايتس. وات ذا انفستيجيشن اوف ذيس كيس؟ هعمل انفستيجيشن ايه للحاله دي؟ اول انفستيجيشن انا هعملها لازم اعرف طبيعه البروبابل اللي عندي ايه؟ طبيعه الجوندس انا ايه؟ هيموليتيك جوندس يعني معنى كده انها توتال وانفايرد، ولا انا بايفيزك معنى كده ان في انكريزنج في التوتال والدايركت والاندايركت وما زالت الاندايركت اكتر من الدايركت، ولا انا اوبستراكتف او كيستاتيك جوندس فيها انكريزنج في التوتال هايبربلورينيميا وانكريزنج في الدايركت. هي الحاله دي كيستاتيك جوندس في انكريزنج في التوتال اند الدايركت هايبربلورينيميا. طيب لازم اعرف السبب ايه، هل انا ميديكال كوز ولا انا سيرجيكال كوز؟ لو انا ميديكال كوز بدور على الايه، على سبب الانفكشن او الاندوكراينال ديزيزز او ميتابوليك ديس اوردر، ولا انا سيرجيكال ابنورمالتي زي خلاف الاكس وهيباتيك بيلوري اكريزيا؟ ايه الانفستيجيشن اللي ممكن اعملها؟ ممكن اعمل لابراتوري انفستيجيشن، ممكن اعمل ايميجنج. ايه اللابراتوري انفستيجيشن؟ طبعا الليفر انزيمز، نسبه الالبومين، نسبه التوتال بروبين، الالكالاين فوسفاتيز والجاما جلوتامين ترانسفيريز، التوتش سكرين، البلاك فيلم اللي انا بعمله، التي اس اتش والاف تي 4 عشان اعرف في هايبوثايرويديزم او ولا لا. ممكن اعمل بايل اسيد اسبيريشن، ممكن اعمل اليورين اند سيرم بايل اسيد عشان الميتابوليك ديزيز موجوده، ممكن اعمل الالفا 1 انتي بيبسين فينوتايبنج عشان الميتابوليك ديزيز يبقى فيه مشكله في الالفا 1 انتي بيبسين ديفيشن فيه، ممكن اعمل ايميجنج زي السونار او الام ار اي او الام ار سي بي. ايه هي الام ار سي بي دي؟ الام ار سي بي دي اشعه رنين على القنوات المراريه. طب هو السونار ممكن يطلع لي ايه فايدته؟ الايمجنج دي ممكن تقول لي الحاله دي اكسترا هيباتيك او الانترا هيباتيك بلي اكتريزيا، يعني ممكن مثلا تطلع لي في الاكسترا هيباتيك ده في سيستيك دايلاتيشن في البايل دكت، ده في ستون موجوده، ده في ليمف نود عامله كومبريشن على الاكسترا هيباتيك بايل دكت. لا ده هي ممكن تطلع لي حاجه تانية اصلا، ممكن الحالات الاكسترا هيباتيك بلي اكتريزيا تتشخص بالسونار، بس عايزه الترا ساوند ميتيكولوس او دقيق جدا عشان يقدر يشوف حاجه ساينس اسمها تريبل كول. تريبل كورد ده بيبقى بشوف فيها البايل دكت عباره عن حبل لانها خلاص بقت كومبليتلي اوبليتريتد، وراها الهيباتيك ارتري زيها وراها البورتال فين كانها ثلاث احبال ورا بعض بيسموها تريبل كورد. تريبل كورد عشان حد يشوفها لازم يكون متيكولوس جدا في الالترا سونوجرافي، معنى كده ان الالترا سونوجرافي ممكن ما تشخصنيش اكسترا هيباتيك بلا اكريزيا. بكمل التشخيص بتاعي عن طريق الليفر بايوبسي وعن طريق الهايدا سكان. تاني حاجه بعمل اوفثالمولوجيكال كونسلتيشن عشان اكسكلود او وان من الايتم تو اكسكلود اثر ميتابوليك ديزيز او الهايدا سكان زي ما قلنا، او من النص دايجنوستيك كرايتيريا الليفر بايوبسي ده بيقول لي ده الليفر بايوبسي ممكن يجي يشخص لي اكسترا هيباتيك بلي اكتريزيا، ممكن يقول لي لا ده انفكتيف، ممكن يقول لي ده ميتابوليك ديزيز، ممكن يقول ده سندروماتيك انترا هيباتيك بايل دكت بوستي مثلا. الانترا اوبوتيف كولونجيوغرافي ده انا بعمل جراحه وبفتح حالات الاكسترا هيباتيك بلي اوبستراكشن وابدا احقن الصبغه في البايل دكت عشان اشوف المكان الاوبستراكشن وانا فاتحه اوبن. ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تكون عندنا في حاله انفانتايل كوليستيزيس؟ مال ابسوربشن، جروس ريتارديشن، ليفر سيروزيس، بورتال هايبرتنشن، اند اند ستيج ليفر ديزيز من ضمن الكوزس اللي ممكن تكون موجوده. هنتكلم بعد كده ايه هي اللاين اوف المانجمنت. لازم اعرف الاول الحاله دي سيرجيكال ولا ميديكال. في ميديكال تريتمنت، في سيرجيكال تريتمنت. سيرجيكال تريتمنت لو الحاله عندي اكسترا هيباتيك بلوي اوبستراكشن. الاكسترا هيباتيك بلوي اوبستراكشن بيتقسم لحاجتين، ممكن يكون كوركتبل ممكن يكون نون كوركتبل. كوركتبل يعني حاجه ممكن اصلحها، يعني مش كل الاكسترا هيباتيك بايل داكتس اللي موجوده اوبليتريتد، لا في جزء منها اوبليتريتد مقفول خالص وفي جزء منها مفتوح، باخد الجزء اللي مفتوح او ستيل بيتنت واكمله بالايه وافتحه على الجيجنوم او افتحه على السمول انتستين، بيسموها الحته دي هيباتيكو جيجنوستومي. انما لو كلها اوبليتريتد زي في الاكسترا هيباتيك بيلوري اتريزيا ساعتها بعمل ايه؟ بفتح البورتال تراكت على الانتستين او على السمول انتستين في عمليه اسمها ايه؟ بورتو انتستومي او بيسموها كازاي اوبريشن، ودي لها ايدج معين لازم تتعمل قبل سن. ده مثال للكازاي اوبريشن، هو جه هنا وعمل ايه؟ عمل قسم من عند الجيجنوم بعد ما خلص الديجنوم جزء بروكسيمال وجزء ديستال، وخد الجزء الديستال وفتحه على الايه؟ على البورتال تراك، ورجع تاني وصل الجزء البروكسيمال بالايه؟ بالسمول انتستين تاني. دي في ميديكال تريتمنت. طبعا في ميديكال تريتمنت لازم ادي للطفل ده ادوكس كالوريز، لازم الطفل ده بيبقى عنده مال
دايجيشن او في الفات وفي اللونج تشين ترايد جلوسايد، فبدي حاجات اسمها ميديم تشين ترايد جلوسايد وفورمولا ما فيهاش فات قد كده. الولد ده بيبقى عنده فات سولبل فيتامين ديفيشنت فيه، لان انا مهم عشان يحصل ابسوربشن للفات سولبل فيتامين زي الباين سولت بتبقى موجوده، ودي بيحصل لها مشكله في الابسوربشن بتاعها في حالات الكوليستيزس، فعشان كده بدي فيتامين A و D و E و فيتامين K. بعمل بتخلص من البايل تنشن اللي موجود عن طريق كلوريتيك ايجنت، حاجات بتحسن من الاداء والانتيو هيباتيك سيركيوليشن اللي عندي، وان انا اتخلص من البايل اللي موجود زي الاوكسو بيكسيكوليك اسيد. ممكن ان انا اعمل بايل اسيد باينتر، يعني حاجه تتحد مع البايل او الدروبن اللي موجود وتستخدمه في اليورين او الستول زي الكوليسترين او الكوليسترامين. بتبقى الجرعه بتاع الاوكسو بيكسيكوليك اسيد بيسموه في السوق الاوكسو فاليك من 5 ل 10 مللي جرام بي جي بير داي، الجرعه بتاع الكوليسترامين من 8 ل 16 جرام بير داي. اخر حاجه ان معظم الحالات دي بتحتاج ليفر ترانسبلانت. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا معانا بالمحاضره النهارده.